ورات فوق مني ما تلقاش نحل الباب. موكلك ومشربك ومنعسك ومهليتك وكاسك ومصبتك وكيعطيك الفلوس من الفوق. تيقول لي سير خرج دور ولا سير زها وضحك مع راسك. وعلاش كليتي المله؟ مازال ما كملت باش نعطيك. سبيتي الغله. لا ما سبيتش الغله. كليتي الغله وسبيتي المله. انا غنعطيك فعلا هذا الشيء كاين. كاين. اه كاين. قعدت كاين مع واحد نذكر هذه السميه ولا بلاش؟ بدون ذكر اسامي. عادي نذكرها يعني لا يستحق. لا ولا بدون ذكر اسامي علاش غنجبدوا سميات الناس حنايا؟ هذا الانسان هذا حتى هو راه الا شتي كانوا بحال الصحاب في تركيا. بحال الصحاب. دابا راه تخلي حتى هو في المجال ديالو بغى يهرسوا في داك الشيء الخدمه تاع الدوف. هضر معايا. هذا كان صديق صوفيا؟ كان صديق صوفيا. قال لي واحد دابا واحد 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 سميتها تاع تلفون دو تان كانت تحت الذهب مكتوب عليها صوفيا طالوني. تاع تلفون دو تان هكا تحت الذهب ثقيله ذهب جاب عليه شي حد كادو. ايوا. وعنده ديك القرعه تاعت الريحه اللي فيها باش معروف في صوفيا طالوني بديك الريحه تاعت تاعت الطالون فيها ديك الجدره تاعتها كانت منقوشه بالذهب غير منقوشه. انا هذوك عطاهم لي هذاك السيد. قال لك خذهم. قال لي خذهم ما عطاهمش لي صوفيا. قال لي خذهم خليهم عندك بنا نديرو نخلعو حتى هو كان حيت هو حتى هو كان عنده السناب وشي مع شي. قال لي بنا نخلعو ديتهم انا ديتهم نزلت لتحت يقلب عليهم السيد ما لقاهمش. اذا بحال سرقتيهم. بحال سرقتهم. انا ما قدرتش نتكلم تيقول لي تقول لي ما شفت شي وتنحلف بالله ما شفت شي وانا راه عندي حيت الاخر تي حيت الاخر حدايا سرق الاخر قال لي الله ما شفتهم وقال راه هذا حاشاك هذا ياك الموسخ وداك الشيء هو اللي سرقك. انا الاخر تنقول لي ها ويلي فين سرقتك بديت نبكي وبديت انا كنمثل بالبكاء. غير كتمثل. غير كنمثل على اساس الاخر بغينا نديرو معاه مقلب الاخر صدق الاخر حشا لي القالب انا وقعدني عليه يعني صدق الاخر دار لك فخ دار لي فخ مع الاخر هذيك هي هضرتي دار لي الاخر دار لي القالب معاه صوفيا ناض لي ضربت انا وياه ضربني بمعنى الكلمه يعني صوفيا تبارك الله راه يطيح جبال صافي خرجت ما خرجنيش من الدار على فكره ما جراش عليا عطاني الامانه تاعته وباقى يعطيني الفلوس وباقي تيصيفط لي ولكن علاش هشام لا انا لا لا والله العظيم ما تقاطعيني تنجيك الهضره وحق الله علاش كتهرب ليا من هذا لا ما كنتهربش لك انا بغيت نخرجو من عندي انا بغيت نجاوبك عليه الا خرجتي من عندك غتخرجوا بالطريقه اللي بغيتي انما لا انا غنطرحو عليك لا بلسان الناس اللي كانوا معاك واللي تيقول لك هشام ما كاينش شي واحد دار فيه الخير والا ردوا ليه بالشر يعني كنتي كتاكل المله وكتسب الغله صح كنت كناكل الغله وكنسب المله اعتذر كتاكل الغله وكتسب المله وي كنتي كتنكر الخير ما كاينش اللي ما دارش فيك الخير وما رديتيهش ليه بالشر ولكن كيكون الخير بحال دابا صوفيا طالوني خير عمري ما ننساه ونهار تعايرت انا وياها ما تعايرناش انت كنتي كتعاير ماشي حيت كتنوض كتضرب ليه الطر في اليوتيوب وعلى فكره صوفيا ما كنتش انا كنت كنتعاير انا وحده من الناس اللي تعرضت لهجوم منك وانا ما بينيش وبينك ما كنتش كنعرفك انا سبيتك وسبيتينا وغرقتي ليا المله وكنتي غتوصليها للمخزن وحيت ما تنعرفكش كنتي غتوصليها لبزاف د الحوايج لاني ما كنتش كنعرفك ولقيتك نعس وقت لقيتك كتسبني وكنتي غتوصليني لبزاف د الحوايج قلت لها خديجه قلت لها كنت غتوصليني لفين لا 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 كنتي غتوصليني لان صوت الله على ليا عفا الله عما كان لسانك قبيح مع الناس يعني الناس كانوا ما كيجبدوكش كنتي انت ما كتلقى ما دير كتحل ضروري كتحل بيدك هذا الله يعطيه هذا الله يفعل لي هذا ترك لي نرجعوا نبقاو في موضوع صوفيا صوفيا دار فيك غير الخير دار فيها غير الخير وعمرني ما ضربت وعلاش نكرتي هذا الخير كامل ذاك الوقت ما نكرت راه هذه هي المشكله علاش ودابا انت دابا انت من الاول وانت صريح بشي حوايج اللي قاصحين وما نكرتوش هو قال لي ما يمكنش انا حطيتك في السناب عندي ويا ريت هو غيدخل معنا مداخله يا ريت غيهضر توبه في الحق قال لي انا ما يمكنش الناس حيت انا عصبتيني والاخر قال لي شفرت هو اللي شفرك وشافك يعني الصديق اللي كان معاه ما يمكنش قال لك فخ على باش طلع انت هو الشفار وما يمكنش انايا حتى تعرفت القضيه بحرو 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 باش تعرفت القضيه السيد الاخر كيتعاطى الاكستا والمخدرات وداك التخربيق السيد اللي كان معاه كيتعاطى المخدرات هو كان صديق لصوفيا؟ كان صديق الروح بالروح لصوفيا طالوني يعني كان معاه يوميا حتى هو ماشي متحول ولكن شبه المتحولين توا ميت لي جنسي حتى هو المكياج وداك التخربيق ومفصل هو الشخص نفسه مفصل بدون ذكر الاسماء يمكن غتعرفي على من كنهضر انا عرفت بدون ذكر الاسماء هو دابا حاليا اللي كيحاربوا في خدمته صافي هي هذيك دزت واحد المده
عرفوا على حقيقتك اسكت تسكت داكشي. قال لي واش شتي هشام وصوره شتي هشام شتي نسرين راه هشك انا اللي درنا لك القالب صدق دار لكم القالب بجوج. انا ديك الساعه فين كنت ما كنتش عند صوفيا انا دازت واحد المده مشيت قدمت اللجوء ما قدمتش لجوء انساني قدمت لجوء سياسي لجوء سياسي لجوء سياسي قدمته في الدوله التركيه. علاش تقدم لجوء سياسي بسلامتك؟ انا غنوريك قدمت لجوء سياسي. طلبتي اللجوء السياسي؟ طلبت اللجوء على السياسي. اي اساس غطلب لجوء سياسي؟ غنمشي للدوله الثالثه ويمكن اول مره في التاريخ تشوفي هذا الشيء ويشوفوا شي واش بغيتي تقول لجوء انساني لانه ما يمكن علاش غطلب لجوء سياسي؟ عندك تما في الوراق اللجوء السياسي غنبدل السميه والكنيه وغنبدل الجنس ديالي وغنبقى في دوله تركيا حتى تعطيني الجوله الثالثه.